تعتقد سيد يونس افتجاء؟ هل تشاطرني الرأي بأنها كانت خارج الصندوق، خارج منطقة العمليات؟ حقيقة جمال، هذه اللقطة هذه كانت خارج المنطقة، خارج المنطقة، واللاعب طاح داخل المنطقة. صحيح. الحاكم هي من زاوية رائعة جدا كما نشاهد. شكرا للفريق العمل معنا اليوم. هنا جمال كان قادر يصفر خطأ، ما يحكمش على ضربة الجزاء، بمعنى أنه صحح الخطأ الذي كان موجود في الضربة الأولى، ثم بعد ذلك ها هي يشير. يعني ماذا يمكن أن نقول في هذه اللقطة الواضحة جدا؟ خالد ربما استعمل شوية ذكاء، ولكن عرقلة وأعاقة سامي يشير داخل منطقة العملية. شوفوا الحكم، شوفوا الحكم، يا هل ترى الحكم راه قريب للقطة؟ الحكم ماهوش قريب للقطة، هذه اللي ما سمحتلوش. حتى الحكم تاع التماس المساعد، حتى المساعد كان قادر يتكلم معاه. صحيح. اليوم الحكم قريب، المساعد كان قريب ليه جدا، وهو يعني الأنسب الوحيد القادر على الحكم على هذه الكرة. حتى الصورة بينت وظهرت بلي الحاكم كان قريب للقطة. لقطة يشير وين، انا نظن على حسب رأي الحاكم كان بعيد عن اللقطة. هذه هي السبة اللي ما حكمش على ضربة الجزاء. طبعا هو الهدف الوحيد الذي سجله قاسمي في الدقيقة 13 عن طريق تنفيذ ضربة الجزاء لمن فاتتهم المشاهدة في هذه القمة، وهذا الدربي رقم 77 بين الفريقين الاتحاد والمولودية بملعب 5 جويلية. قاسمي يستعد، انتظر، شاهد الحارس الجميلي الذي اختار الزاوية اليسرى جمال او اليمنى وسجل في اليسرى. شوف ضربة الجزاء، لاعب منحاش عينيه من الحارس، هذا اللاعب اللي عنده الخبرة، منحاش عينيه من الحارس، لما شاف الحارس خدا جهة اليمنى هو مدلو في الكرة من جهة اليسرى. الحارس كان ما لازمش عليه يخرج قبل من اللاعب يسدد، هذه انا نظن على حسب رايي خطا من الحارس. طبعا شاهدنا الكثير من الاثاره السيد يونس افتيسان، خاصه في الربع ساعه الاول من المباراه وتسجيل الهدف الوحيد، ولكن ماذا كان ينقص السيد يونس افتيسان المولوديه من اجل ان ترد على الاتحاد في الوقت الذي جاء بعد تسجيل الهدف في الدقيقه 13؟ والله يا جمال لما نشوفوا مولوديه الجزائر، انا نظن على حسب رايي في البدايه كانت بدايه تكتيكيه، وين خدا المبادره، خلى المبادره لاتحاد العاصمه في ملعب كيما هذا، لازم تاخذ المبادره اللعب. الضغط تاع اتحاد العاصمه ما سمحش للاعبين يحضروا الهجوم تاعهم من الدفاع، واليوم انا نظن على حسب رايي وسط ميدان تاع اتحاد العاصمه راهو متغلب على وسط ميدان.